رمضان هو رمضان مفروض في كل دول العالم، بس الكل اتفق عندما يأتي إلى مصر يقول لك رمضان مصري، يعني احنا خدنا رمضان هذا الشهر الفضيل الكريم ولفناه في بالشخصية المصرية وطلعنا رمضان تاني، هو بصيامه بقواعده الشرعية وكلام. لكن المصريين ليهم التاتش بتاعهم اللي غزا دول العالم، واللي حضر رمضانات بره في خاصة في دول عربية أو أجنبية لا يقول لك لا ملوش طعم. إحنا النهاردة هنتكلم على رمضان المصري. بيشرفني أستاذنا الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك ومشاهدينك بخير، وحشتنا. حضرتك أكتر. في البداية كده يعني ليه الانطباع العام إن رمضان حالة مصرية؟ لأنه حالة مصرية. لأنه زي ما حضرتك قلت، ويعني حضرتك أكيد قضيت رمضانات بره مصر ونفس الشيء، وأي حد مصري قضى مختلف تماما. مختلف، ملوش طعم، ملوش طعم خالص. لدرجة لو تفتكر حضرتك ان الاصدقاء العرب كانوا عندهم عادة انه يجي قضي نص رمضان عندنا، وكان مثلا يبقى موسم بشكل كبير جدا للسياحة العربية عشان رمضان وضع مختلف. من امتى رمضان كان حالة مصرية؟ طول عمره، طول عمره، طول عمره، طول عمره. الدول او يعني الطقوس مثلا المصرية الخاصة بنا في رمضان، الفانوس، الكنافة، القطايف، الزينة، المدفع، يعني هل دي كلها مصرية ولا جت لنا من ثقافات أخرى؟ معظم الحاجات دي مصرية بشكل كبير جدا، حصلت في عصور مختلفة. وكمان عندنا مشكلة في تفسيرها، يعني احنا عندنا في التاريخ الحاجة بتحصل، ما هو أصل حضرتك بتعمل ده بتعمله عشان هو كده. بعد كده بقى الناس تحتار في تفسير ده هو حصل ازاي وحصل امتى وحصل، يعني ما هو الناس بتصرف بطبيعتها. لكن هو الشعب المصري يعني حتى في الامثال الشعبيه، واستاذنا احمد مرسي ربنا يديله الصحه كان يقول اللي بنى مصر حلواني، مش بمعنى ان هو حلواني بيعمل حلويات، المصري يحب الحاجه تبقى حلوه. وعشان كده مثلا السكر في مصر كان من الحاجات اللي بتشتهر بيها مصر على مستوى العالم. قصب السكر، السكر اما من البنجر او من القصب. المصري ما كانش ياكل او يعني يستعمل السكر اللي هو من البنجر، قصب السكر. وبالعكس مصر كانت مشهوره بتصديرها لسكر القصب. لدرجة مثلا من ضمن الحاجات حتى ومصر تحت الحكم العثماني، اسطنبول عاصمة الخلافة، كان أهم حاجة بتجيلها من مصر السكر. ولو السكر المصري اللي هو من قصب السكر اللي هو أفخر أنواع السكر في العالم كله ما وصلش اسطنبول، القصور السلطانية ما يبقاش فيها حلويات ولا يقام أي احتفالات. فشوف حضرتك عشان كده الحلويات لها طبع في مصر، يعني ممكن تبقى حلويات من بلاد تانية لكن النكهة والطبع المصري. وعشان كده قصب السكر في الحقيقة يعني ده تعمل له سكك حديد لنقل القصب إلى المصنع، سلعة استراتيجية ظلت طول عمرها ومصدر للعملة الصعبة من زمان لحد يمكن ستينات القرن العشرين. طيب